ويعني كان في مؤتمر لإعلان عن المدير الفني الجديد، شفت ازاي هذا المؤتمر وأيضا رؤيتك لتصريحات وتحديد مهام جهازه المعاون ليه؟ خليني اقول طبعا النادي الاهلي قدم مديره الفني وجهازه بشكل احترافي. احنا اعتدنا في النادي الاهلي بكل امانه انه المنظومه الاكثر وربما الاوحد اللي بتشتغل بشكل احترافي في او الاقرب الى الاحترافيه في الكره المصريه كان مؤتمر فعلا يليق بالنادي الاهلي. بشوف تصريحات سعاد انه راجل متفائل جدا وعارف النادي الاهلي، يعني هو ذاكر النادي الاهلي. وخلينا اقول ان حتى لو تصريحاته وحركاته بالمعنى العامي فيها بعض الافتعال، لكنه واضح انه مذاكر ان النادي الاهلي مين النادي الاهلي ومين جمهوره وازاي لغه التواصل بينك وبين هذا الجمهور تبقى حاصله. زي ما هو وضح ان مستر مانويل جوزيه كان ليه دور مهم، اكيد شرح كل تفصيله صغيره وكبيره عن هويه النادي، شخصيه النادي، طبيعه جمهوره. فبالتالي واضح ده من جاي فاهم من خلال تقبيله التيشيرت بتاع النادي الاهلي. أيوة. من خلال بعض الشعارات اللي بيقولوا ان الاهلي فوق الجميع وكده، فواضح فعلا ان هو فاهم كويس قوي انه جاي النادي نادي كبير. بص، وده مهم جدا لان القاعده الاولى لنجاح اي مدرب بتتحط كده دايما انك تبقى فاهم هويه النادي، طبيعه جمهوره. لو ادركت جمهور النادي عايز ايه وعملت على ده، اشتغلت على ده، دي اول قاعده للنجاح. من غيرها انت ما تقدرش تنجح. فهو واضح ان هو عارف دي، لكن مهم قوي انه يبقى فاهمها تفصيلا. يعني ايه؟ يعني موسيماني كان مدرك ان طبيعه وهويه جمهور الاهلي البطولات، فهو كان عايز يكسب بطولات بس، فكان بيستعجل البطوله. انا عايز اكسب البطوله دلوقتي، عايز اكسب الماتش ده دلوقتي، فما كانش بيطبق فلسفه ولا استراتيجيه، كان عايز يسرق ماتشات، يسرق بطولات. فبالتالي على المستوى البعيد وقع، ونجح في ده في البدايات، لكن وقع على المستوى البعيد. إضافة إلى ده، جمهور النادي الأهلي بيحب البطولة وإنك تصنع فجوة مع المنافس. ليه؟ لأن خلينا أقول الآن عند جمهور الأهلي عالية جدا، ودي ناتجة عن الفجوة في الأرقام بينه وبين منافسيه، أرقام شاسعة بشكل مرعب. فبالتالي هو طول الوقت محتاج يكسب الخصوم بكل سهولة، 3-4 واخد 5-6 دوري، أخسر واحد بس. فبالتالي فين اوقات لما كان الاهلي بيحسم الدوري مثلا قبل النهائي باربع خمس ماتشات؟ برافو عليك. فهنا طبيعه الجمهور مش ما بيقبلش ان انت بتكسب مباريات بالعافيه وبتاخد دوري في اخر اسبوع او تخسر دوري مره عشان تاخد بطوله افريقيا، فما بيقبلش ده. فهو مهم يبقى مدرك ده، وهو قال ده، يعني هو قال ده في لقائه مع اللاعبين، اللقاء بقى اللي في الكواليس، قال انه عارف كويس جدا هويه النادي الاهلي وارتباطه بالبطولات، وانه خلال 10 ايام اللي جايه عنده بطوله مهمه محتاج يحسمها، ومحتاج انه في بدايته يتوج بكاس مصر، عنده 3 ماتشات في كاس مصر، محتاج ان هو يحسم البطوله دي اللي هتبتدي النهارده بمباراه بتروجيت. فمركز قوي وعارف قوي ان دي هتبقى مهمه قوي ليه في البدايه، انه يصالح جمهور الاهلي او يبتدي مع جمهور الاهلي ببطوله، وخاصه لو كانت على حساب نادي الزمالك. طيب خلينا برضو نعرف الساده المشاهدين عن المدير الفني، ايه السي في بتاعه زي ما احنا بنقول كده. تمام، خلينا نقول انه هو قالها كمان للعيبه، يمكن احد اللاعبين، هو سنه صغير كمان، يعني حوالي 47 سنه. احد اللاعبين فسرها بانه يعني قال لي هو ما عندوش ثقه في نفسه قوي، ان هو بيقول ان هو تاريخه مش كبير. هو مدرب واعد باختصار شديد جدا، تجربته الناجحه الوحيده جيلف سانتي، فريق متواضع جدا جدا، لكن نجح من خلاله يصنع حاجه خلاه في المركز الخامس في البرتغال ويلعب في بطوله اوروبيه. لكن من شهادات، يعني خلينا نتكلم عن بعدين مهم جدا، شهادات المدراء الفنيين البرتغاليين الكبار، انه بيقولوا ان الراجل ده هو مشروع البرتغال القادم، بمعنى انه كان بيتم تجهيزه وتاهيله انه قريب جدا يبقى في بنفيكا او في لشبونه او بورتو، احد الانديه الثلاثه الكبار اضلاع الكره البرتغاليه. فبيشوفوا مدرب واعد، بيشوفوا كمان انه يعني من افضل الاراء اللي قريتها كان دوراتي لما قال انه صاحب نظرة عصرية لكرة القدم. يعني ايه؟ يعني الراجل ده نظرته للحداثة الخططية بتواكب العصر. يعني المدرسة البرتغالية فعلا مدرسة كلاسيكية، يمكن هي في بداية الألفية كانت ناجحة جدا وكانت مسيطرة في أماكن كتير، لكن مع تقدم المدرسة الإسبانية والمدرسة الألمانية في الفترات الأخيرة وإن حصل تطور غير عادي في الكورة، أصبح البرتغاليين بيتراجعوا لأنهم مدرسة براجماتية بشكل واضح، برضو قريبة من اللي قلناه على موسيماني، اللي هو بيسرق وبيخطف. زي ما نشوف فيريرا بنشوف دايما البرتغاليين إزاي بأقل إمكانيات نخطف
المباريات. انما الراجل ده لا، الناس شايفينه عنده رؤيه وعنده فلسفه وعنده ادراك ووعي بالحداثه الخططيه اللي حاصله في العالم، وشايفين ان هو قادر قدام ان شاء الله يعني يصنع حاجه سواء مع النادي الاهلي او بعد كده في عودته للبرتغال. عظيم. طيب الراجل شاف المباراه الاخيره للنادي الاهلي مع سموحه، وشاف الاداء اللي كان مش ده اداء النادي الاهلي اللي جماهيره متعوده عليه. تتوقع ازاي يقدر يعالج الاخطاء اللي كانت موجوده عند النادي الاهلي؟ طيب هو بدايه هو شاف الخمس مباريات الاخيره، يعني هو قال للعيبه في التدريب ان انا اتفرجت على اخر خمس مباريات واكتر حاجه استغربتها تصرفاتكم قدام المرمى. يعني قال انا شفت حاجات عجيبه جدا في انهاء الهجمات. وخلينا نقول ان في سلوكيات ومهارات انت هتحتاج وقت طويل جدا عشان تشتغل عليها. يعني هو الراجل هيشتغل على التكتيك، وقوفك في الملعب عامل ازاي، هنخرج بالكوره ونهاجم وندافع ازاي. انما المهاره الفرديه، مهاره الانهاء، مهاره حتى التسليم والاستلام عند اللاعب المصري مختلفه عن اللاعب الاوروبي، لان هو نشا على طريقه معينه وتربى على طريقه معينه، في حين ان الامور متغيره بره. فبالتالي المهارات دي مش هتتصلح بسرعه. انا بشوف ان هو هيصلح في طريقه وقوف اللاعبين في الملعب، قربهم من بعض، بندافع ازاي، بنهاجم ازاي. ممكن تلمس في ده يعني تلمسه بدري شويه، يعني ممكن تلمس حاجه كده تغيير في بعض الشكل، ممكن تلمس كمان روح جديده، ده شيء مؤكد. انت مع مدرب جديد اي لاعب بيحاول يثبت نفسه، فبيطلع 100% من عنده، بيبقى عنده الدافع والحافز اللي بيخليه يطلع كل اللي عشان عنده، عشان يعتمد عليه في كل المباريات. عشان يعني انت كمان بتيجي تركز حتى وجوده في التدريب، يعني وجود وسط اللاعبين، هو مدرب تيشيرت وشورت وبيجري لنص صغير زي ما استاذه جمانه قالت، فقادر انه يتواجد في التفاصيل، وده مهم. مهم جدا ان تكون لسه قادر تجري وموجود في التفاصيل، بيفرق مع اللاعب وبيفرق مع تركيزه. فاعتقد انه هيكون ليه اثر مهم الفتره الجايه. انت لما تحضر تدريب مثلا استاذ محمد، تشوف المجموعه اللي مش معاها مدرب متكاسله، ده طبيعي. يعني ده طبيعي عندنا في اللعب المصري، وروح وشوف واتفرج. مظبوط، بيشدهم طبعا، بيحمسهم وجود المدرب وسطيهم وتحركه. يعني لما يكون مدرب راكن بره وقاعد على الدكه ولابس النضاره وقاعد تحت الشمسيه، فاللي هو بيبقى في حاله تكاسل. لكن انا بشوف ان الروح الشابه وكمان وجود جهاز مكون من ست مساعدين، دي ما حصلتش ولا مره في تاريخ الدوري المصري. يعني لم يترك تفصيله معينه مش هيشتغل عليها، فهو معاه جهاز متكامل. اعتقد ان ده لو حصل على بعض الوقت الكافي، زي ما قال فيريرا مدرب الزمالك، يمكن احنا عرفنا من مصادرنا ان فيريرا لما سئل مدير فني نادي الزمالك عن هذا الرجل، قال انه لو نادي الاهلي صبر عليه هيجني ثمار عظيمه جدا جدا جدا، لانه محتاج بعض الوقت. لكن هو قلقان عليه من حاجه واحده بس، انه ما يتحملش الضغوط، لان هو قال الضغوط في النادي الاهلي اصعب من اي مكان تاني في العالم، فهيكون الموضوع صعب بالنسبه له. طيب اخيرا وسريعا جدا، النهارده الاهلي وبتروجيت، هتشايف شكل المباراه هيكون ازاي؟ هيبقى في تغيير ولا هيشتغل بنفس الشكل القديم؟ قول لنا كده رؤيتك للمباراه سريعا. اتوقع طبعا انها زي ما قلت روح جديده هينتج عنها قدره اكبر على انك تولد عدد كبير من الفرص وانك تكسب برقم كبير قدام خصم، خلينا نقول متواضع شويه، لانك في بتروجيت في درجه ثانيه حاليا، وفي فجوه كبيره بينه وبين لاعبي النادي الاهلي اللي عندهم رغبه في انهم يقولوا من بدري قوي لمديرهم الفني الجديد ان احنا اقوياء، ان احنا جاهزين، ان احنا قادرين. فبالتالي بشوف انها فرصه جت في توقيت مناسب، مباراه في المتناول سواء لسواريش او للاعبين انهم يقدموا نفسهم بصوره جيده، فاعتقد ان النادي الاهلي قادر يفوز برقم كبير.